يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي. واخيرا اجت اموال نيجيريا، واخيرا حولها. اجت اموال نيجيريا المنقوله والغير منقوله. عرف وخلاص، حط عقله براسه وحول يفهم. تاه شو بدك؟ تاه الظرف؟ لا بالبيت. لك تعال اقول لك. اي افتحوا افتحوا هلا. بالبيت بالبيت بالبيت. كريم لحظه صغيره. والله في عالم كريم، افتحوا هلا هون. ما فينا هون. هلا بهر كل نساء وافتحوا بك تعترمي للبيت. بالبيت افتحوا هلا. انت لا بالبيت. طيب بالبيت خلصنا. ايه يا رحيتي؟ وينك؟ اها طيب عاد ليك يا قلبي، خلصي من الجامعة وروحي دغري عند الكوافير. اي اي زبطي لي حالك. اي انا عازمك على العشاء الليلة. اوه معلم. هات التليفون. ايه حياتي. لك هات التليفون لحظة. لحظة. اوكي حبيبي يلا يلا بشوفك انا. يلا باي. شو بيك؟ لك شو بيك؟ انت شو بيك؟ انت شو بيك؟ لك انت شو بيك؟ انت شو بيك؟ ما صدقنا بيك، امتى بعت لك هالقرشين هول؟ ايه؟ بلشت دغري عشا وما عشا وروحي وظبطي حالك بدك تصرفهم دغري؟ خي شو لك معي؟ خليني اقول لك شغله، انت لازم تفهم هول الموضوع، انه هول المصريات مصرياتي الي. ليه؟ لانه بيي اللي بعت لي اياهم لالي، يعني انا حر اصرفهم مثل ما بدي، حر اعزم مين ما بدي على العشا، شو لك معي انت؟ ما لي معك شيء؟ ايه؟ حقك. بس لحظة لذكرك، بس في 4 أشهر هولي كسر أجار لبي صاحبتك، ولا ناسي؟ لا ما ناسي. ايه طيب خلص دونت وري دونت وري دود، everything is under control. انا شاطر فيه. خلص شايف هول المصريات؟ ايه. هول رح ندفع الأجار ويضل منهم ونصرف ونبعزق منهم. طيب انت معك خبر شو بي بنيجيريا؟ ايه علينا بي مغترب بنيجيريا. طيب يا معلم فهمت. طيب شو مغترب بنيجيريا يا خي؟ فهمت 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 يلي بيك مغترب. افتح لنا اياها الظرف لنشوف بيك المغترب بنيجيريا شو باعي. افتحوا لك افتحوا رح تمشي بطني. افتحوا. طيب افتح لشو افتح. شيلهم كلهم سوا ضربه وحده. شيلهم شيل لشو شو ها؟ 20 دولار. 20 دولار. افتح شوف شو فيه. ما في شيء. شو ما في شيء؟ هويله. هروا هروا بعد، هزوا هيك كم هزة. بلكي بلكي بتقشط منه الأموال المنقولة والغير المنقولة مثل ما قلت لك. هول هن؟ هيك المغترب بنيجيريا كارلوس سليم أفندي بعت لك 20 دولار ونازل تشنيك بالطلوع. بدك تتعزم على العشاء وبدك تروحي على الكوفير وقايم ايديناك وقابي بقاب على شو بقى؟ خد شو قولوا؟ قولوا هلا لك. يعني مش اندر كنترول؟ ايه؟ لا مش اندر كنترول. ايه؟ مانا اندر كنترول. اخ يا معلم خميس اخ، كل سكان البناية بمال وهيدول اثنين الوحين بمال، لك جابولي المرض والاعصاب يا معلم خميس. طول بالك يا مال منوفر، طول بالك. ما حدا يقول لي طول بالك. يا 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 راح بجرحك، راح بجرحك، يا عمي راح بجرحك. ولك قلنا لهم لهالمستأجرين الأوادي، خذوا خلو واتركوا البناية ما بدهم. قلت لهم هددت لهم قلت له بنزل البناية وبيع الأرض مثل أجرهم. قاعدين بالشقق ومسمرين بأجارات قديمة وما هم هم، وأنا آكل الضرب. عقار حقه ملايين الدولارات وما قادر اعمل شيء، وهيدا الواقح كريم فوق الدكه عم بيظهر مع بنت يارا. طول بالك يا معلم نوفل. ولك حاجه تقلي طول بالك، حاجه تقلي طول بالك، هيدا بيني انا حاجه طول بالك. بابا قد ايش طول بالك؟ والله العظيم طول بالك. اسمع شو بدي اقول لك. عملت لك اذا شيء اذا شيء بطول دقني معلم خميس. حليلي عالناشف تكرم عينك تكرم. حليلي عالناشف 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 تكرم تكرم. ها ها عالناشف ها عالناشف ها ها. هاي حبيبي. هاي حياتي. خلصتي؟ لا بعد ما بلشت. ما بلشتي كيف؟ انه بعد في شعري ومانيكير بديكير ميك اب كله.
شو؟ وانا سهلة. صارت مين؟ أمي. كيف أمي؟ ما في لي راض، ما في لي راض. ما في لي راض. أمي أمي عايزك. لوين؟ أمي طب تأكيد على النجم. كريم شعري هيك بدك تروح لنا على الشارع. تعال تعال عايزك عايزك. شيلي شيلي. صاري صاري. قطعي حافظي. لو جرصني ولا؟ هيك بدك تطلعني على الشارع شو بك؟ بي المحترم بعت لي $20 من افريقيا لهون، يعني ما بكفوكي مانيكير لاجيك الشمال شيري والعشا شيري. العشا خبايزه. هلا متعشى ترمس ومكزل على الكورنيش. عم ما بشعك هيك. $20 بس؟ الله وكيلك يا جو، $20 مثل ما عم خبرك. الله لا يوفقه له ولبيه. بعت له ظرف هالقد حاطط له فيه ورقه $20. بعدنا يعني محلنا، لا شغله ولا عمله وعاطلين عن العمل. اعطينا شيء نقوله. اعطينا لك، اعطينا شيء نقوله. شو بك؟ شو صار لك؟ لك شو بك عم تنكس فيك؟ خزقت لي كتفي، بحشت لي خسرتي. برني لك من لمره. طيب شو لك من لمره؟ الله يخليها لاهلها. شو بنعمل يعني؟ انا طبعا نسوان. ولك يا جو هادي خليها لخيك كريمة. أنا شعاري بالحياة جو، اللي ما معه يمشي، ما يدند البنات الناس معه، ما يبليهم. أعطينا شيء. إيه لنهو رح حاش تطلع بقى بالعالم. تركهم. مأثر فيه وبعيني شوي شوي علي، ساكن فيه وحوالي بقلبي وبروحي. لا ما بدي منك وردي، بدي بالحنية. ضلك حدي تدفي بردي وتنسيني جروحي. فرحان جن وحبك حب جنون، فزعان صير خيالك وين ما تكون. فرحان انسى عيونك وانت تنشع بعيوني، تزعان تقلي كونو وما كونو. الله الله الله. موجود؟ كلم. عم تحكي معك جو؟ لا معك عم بحكي. معي أنا؟ إيه معك. أكيد أنت عم تحكي معي؟ في أقعد معك؟ نعم. في أقعد معك؟ تقعدي معي هون؟ إيه هون. طيب إذا قعدتي معي على القصة، إذا قعدتي معي معقولة تطلبي شيء؟ شيء مثل شو؟ شيء يعني يعني قهوة، شاي، ماي، بوزة، قازوزة، لأنه منقل ما معنا ولا قرش يعني. ماكسيموم ماكسيموم هيك يعني. إذا بتطلب غنية بسمعك إياها أوكي، بس إنه غير طبعا طبع هذا ما خصنا. ما أهدى معك. لا أنا عزمتك. عن جد عزمتينا؟ إيه عزمتك. حس حالي على البلاكين. طب أجيبوا الولاد وتعوا، لما بتجوا؟ قوم جو، قوم قاعدين، قوم قاعدين، قوم. لا 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 معلش، ما هو اصلا كان هلا عم يقول لي قبل شوي بده يفل. قوم قوم روح بس تلاقي شغل، دبر لها شغل، اتصل لي بفلان وعلتان عشي الروح بقى. تفضل تفضل تفضل. يا اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا. مايا. مايا مايا. اسمي مايا. اهلا. وائل. وائل شرفنا. بحضرتك. اهلا وسهلا فيك. واحد اسبريسو وقنينة ماي على حساب مايا. وانت شو بتحب تاخد؟ انا هو اللي طلبتهم لإلي. انت شو بتحبي تاخدي؟ نشف ريقي. صباح الخير ابو مازن. نعم شو بتريد؟ سلامتك والأجار إذا بتريد. سلامتك فهمتك. شو قصدك بالأجار؟ يا أبو مازن الله يرضى عليك،
صار لك شهرين بتوعدني انه بدك تدفع، وهي فتنا بالشهر الثالث وبعد ما دفعت الاجار خلصنا من القصه. اذا بتريد سبق وقلت لك انه الوضع مدقر معي وما معي مصاري، تزبط بعدين طول بالك. هلا بدنا نرجع لكلمه طول بالك يا خي، ما بقى عندي بال طوله. اذا بتريد ادفع لي هالاجار. ما معي مصاري وروح ضلت البحر، منيح هيك؟ عيب عيب يا ابو مازن عيب. هتحكي معي هيك؟ انا رجال كبير، احترمني على القليله يا خيي. بس تتيسر معي راح ادفع لك المصريات، منيح هيك؟ كثير منيح. وغيره سلامتك. هيدي انت حبيبي. اخ يا كبير، فيك تفسر لي ليه انا بحبك؟ ما يمكن لاني مهضوم مثلا. عن جد عم بحكي؟ ايوه عم بحكيك عن جد. يعني على شغلة عادية، أنا مهضوم وذكي وحلاوة ولذيذ. كريم إيه؟ عن جد إنه أنا بنت جامعة وحلوة والمستقبل كله قدامي. أوكي. وأنت نسوانجي وعينك لبرا وفوق الدكة عطل عن عمل. بس حنش. كريم لو شو عم تعمل؟ أهلين نوفل. هاي بابا. اهلا. لشو عم تعمل اوضة بنتي ولا؟ ايه؟ ايه شو عم تعمل اوضة بنتي؟ ايه شو 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 انت شو؟ انت شو؟ شو؟ عم بساعدها بالدرس، ما عندها فحص بيولوجي. عندها فحص بيولوجي؟ ليش انت بتعرف تفك الحرب لحتى تدرسها بيولوجي؟ بابا خليني اعمل لك فنجان قهوة. قهوة؟ هلا فرجيك يا اسعار. رح تنزعل البنت ولا؟ رح تنزعل البنت. خلص 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 اوكي. يا ربي دغدغ انا يا حبيبي يا عمو نوفل. معلش حبيبي طول بالك عمو نوفل. طول بالك عمو نوفل. بابا خلص 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 حبيبي. شغلي بدها طول البيت. صوتك كتير حلو يا وائل، وهيدا اللي خلاني احكي معك. كلك ذوق مايا، هيدا من لطفك انت مزوقه كمان. ليه ما بتغني؟ نعم؟ ليه ما بتغني؟ بر اللي خلقك شو هيدا؟ انا هيدا حلمي بالحياه اني غني، يا ريت فيي غني، بس ما حظ ما في. بتعرفي هلا يعني انا بحب الطرب، والطرب هيك هالايام صار موضة قديمة، وبتعرفي بالاغاني هلا الدرجة بدها شكل معين، وانا شكلي يمكن ما كثير بيزبط على ال... شو بشكلك؟ نعم؟ شكلي انا رحت. لا شكلي شو عم تعملي طيب انت؟ عم بلحس لك. شو عم تملحسي لي؟ شو بسيني انا لك ملحسي لي؟ ياو يا ساتر يا رب. واحد كونياك يا فادي. ايدك دخيلك، ايدك رح روح. يا لطيف ما اوقع حول ابو مازن، كثير وقح يا شيخ. انه عمو نوفل انت شو عم تعمل؟ عم طالب بحقك. مزبوط عم طالب بالاجار، هذا حقك. انه بصيروا الناس ليه ما الناس ليه ما بيدفعوا اجاراتهم للبنايه؟ انا كثير بلا ذوق. فعلا بلا ذوق، مثلك تمام. كيف شو مثلي يعني؟ شو مثلك يعني؟ يعني البيت من الازاز ما بيراشي الناس بحجاره. ليش انت عم تدفع الاجار يا سيد كريم؟ بس خليني معلش خليني اوضح لك شغلي عمو نوفل. انا غير، انا صاحب بنتك اول شغله، بعدين رح صير سهره. وشو الاجارات والبنايات بيناتنا؟ شو قسمين؟ ايه معلوم قسمين، وما بدي اشوفك مع بنتي ابدا. ولو بدها تبقى حسبك كل